ويسمى الشهيد الفعلي صاحب شرح اللمعان. في الحقيقة هذا الكتاب من أجمل الكتب أو من أروع الكتب، وأنا لخصت هذا الكتاب أذكر على صفات نهر كربلاء مطبوع هذا الكتاب معي وأصله أيضا مطبوع. في الواقع هذا الكتاب من أروع الكتب الذي شاهدته للتوجيه الإنسان توجيها علميا وعمليا. والآن لست في صدد نقد الكتاب، وإنما في صدد جملة الكتاب، وكل جمله جميلة. حديث يرويها عن أحد العلماء عليه الصلاة والسلام يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: وإن العلم ليهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتعه. ما أروعها من كلمة وأصدقها من جملة، وكل جمل الكتاب جميلة، وكل جمل الكتاب حقيقية. الآن كلامنا نحن اليوم في هذه الجملة: وإن العلم ليهتف بالعمل فإن صدقه وإلا ارتحل عنه. شنو هذه الجملة؟ يعني أنك عالم، ما ألفت ولا نصحت ولا درست ولا درست ولا وجهت، أنت قدوة وقدوة وقدوة حتى تتقلص عن الحياة، ويأتي غيرك ويدرس ويؤلف ويوجه ويرشد ويضخم نفسه وهو يقول جملة واقعية 100 في 100: وإن العلم ليهتف بالعمل. للعمل يقول تعال اعمل، فإن صدقه العمل الجوية صار علما وعمل تبغى وعمل، وإلا ارتحل عنه. وإلا العلم يقول عنه مخالي ما في أمان الله، أنا أروح ثالث واحد آخر العالم العامل هو الذي يأخذ الحياة. أنا طبيب لا يطببون الناس، وكلهم على مستوى ابن سينا، وطبيب واحد عادي يطبب الناس، هل هذا فلا ملائم؟ عندنا في الكويت ألف طبيب ما أعرفهم، وعندنا في الكويت رجل نصف طبيب قدر يأخذ أدوية للناس، أيهما أخذ؟ لكن ألف هذا الواحد، ألف مهندس لا يطبب الحياة، وعندنا مهندس صغير هذا مرتبط يبني الأحواش الصغيرة الأكواب، أيهما خير؟ أولئك الألف مهندس خير وهذا المهندس المهندس الصغير أيهما خير؟ ألف عالم مجتهد يفهم كل شيء لا يبين للناس المسائل ولا يدرس الناس، وفرد واحد على مستوى الثانوية بعلمه علم الطلبي، لكن يبين للناس المسائل والأحكام ويرشدهم، أيهما أفضل؟ ذلك الأب وهذا الواحد. قضايا قياساتها معه، يعني قضايا واضحة فطرية لكل إنسان، أن العالم العامل ولو كان صغيرا خير من ألف عالم، ولو كل واحد من هؤلاء العلماء أكثر ما يكون بعلم. وإن العلم ليهتف بالعمل فإن صدقه، يعني جاء العمل إليه فصار علم وعمل سبقه ونحن العلم يقول إنه محل، وإن لم تعلم العلم يقول إنه محل. نفس الشيء صار بين المسلمين وبين الكفار. المسلمون يوم كانوا يعملون فقر الوقت بالحياة،
ويوم بقي عندهم علم بلا عمل، لأنهم مظهر القرآن موجود، السنة الطاهرة موجودة، العترة موجودون من خلال أحاديثهم، يوم عملوا العلم هذا ارتحل عنهم راح للغرب، فهم أخذوا بأبعاد الحضارة في واضع وتجربة جربناها نحن المسلمين. على هذا الموضوع فيجب علينا نحن الجالسين هنا دائما اسم من الأصدقاء يتكلمون حول الكليات والقواعد العامة، ودائما أنا أتكلم عن الشخصيات. نحن الجالسين هنا نحتاج إلى جنب علمنا بالعمل. العمل يعني شنو؟ العمل اسمان، عمل عبادي ليس كلام يعلم فيه، الصلاة والصوم والقيام والقوم والطاعة والعبادة وصلاة الليل والقرآن والقراءة والدعاء، هذين أعمال عبادية. الآن ليس كلام فيها، لا يجب أن نجرد له يوم الثاني. الآن كلامنا في عمل الحياة، التأليف والمنبر وصلاة الجماعة والتدريس والمباحثة، كلها طرق يعني قبل الوصول، إذا ما قبل الوصول طرق، يعني كل هذه للحياة، يعني أن تعرف القرآن وأن تعرف السنة. لماذا تعرف؟ حتى تعرف، فلنبينه حياة طيبة، إذا الطرق. فإذا علمنا وصعدنا المنبر وصلينا الجماعة ووجهنا وتكلمنا ودرسنا ودرسنا واقتصرنا على هذا الشيء في هذا المحيط، يعني اقتصرنا على محيط العلم، نحن بعد هذا نحتاج إلى العمل. نمثل إنسان ذهب وأتعب نفسه وحصل على دكتوراه، هذا وجيزة بس شنو هذا الدكتوراه؟ بعد ذلك أول شروعه بالعمل، يعني كل هذا التكبيس للعلم كان لأجل تقليل الناس، كان لأجل هندسة البيوت والشوارع، كان لأجل غزو الفضاء، كان لأجل الزراعة، كان لأجل الصناعة، يعني العلم طريق إلى العمل. لا أقرأ ولا العلم طريق إلى العمل، فالمنبر والتأليف والتدريس وكل هذه طرق، يعني أنت إذا صعدت المنبر وأمرت الناس ونهيت، هل أمرك ونهيك فائدة أو لعمل الناس؟ تأمرهم بالمعروف يصلون، فإذا صلوا وإذا لم يصلوا هذا المعيار. تأمرهم بأن يحسنوا أخلاقهم في البيوت، أحسنوا أو ما أحسنوا، فمنبرك مقدمة لحسن الخلق، ومنبرك مقدمة لبناء الدنيا والآخرة، ومنبرك مقدمة للحياة الطيبة، وكذلك التعليم وكذلك التدريس، كله مقدمات مقدمات وطرق. نحن بحاجة بعد العلم إلى العمل. العمل ما هو؟ العمل قلنا عملان، عمل عبادي ليس كلامنا في أصل، يعني احتاج إلى يوم آخر نتكلم حول الأعمال العبادية. نحن الآن كلامنا حول عمل الدنيا بصفتنا نحن رجال دين. شنو عملنا للدنيا؟ عملنا للدنيا شيئان، الشيء الأول أن نربط المسلمين بالدنيا بعد أن انفصلوا عن الدنيا. المسلمون لا مربوطين بالدنيا، إذا حاول كان يقول إسلام دين مرتبط بالكواكب على شرط أن تنزل رجله إلى الأرض وما أروعها من ثلث، فليكون دين سماوي لكن ما مرتبط بالأرض، ولو أن هذا الدين من السماء نزل إلى الأرض لكن نزل من السماء، المسلمون أقوم بالجو ما أنزلوا بالأرض، ما قالوا نزل من السماء وتبخر بالفضاء، فقال ينزل من السماء يصل إلى الأرض إلى جداول إلى أنهار إلى حياة. هذا المطر، أما مطر ينزل من السماء ويتبخر بالفضاء هذا ما في فرق. الشيء الأول أن ننزل العلم إلى مستوى عمل الناس، شيئاً نحتاج في العمل. الأول أن نربط المسلمين بالحياة، لأن الآن المسلمون مو مربوطون بالحياة، المسلمون بالجنسية مربوطون بالحياة،
أما المسلمون العاملون مرضون. يعني شنو؟ يعني العراق انظر الكويت مثلا، انظر السعودية، انظر العراق، انظر إيران. كم من الأطباء يحضرون المساجد؟ كم من المهندسين يحضرون المساجد؟ كم من علماء الفلك والنبات وما أشبه يذهبون إلى الحج؟ أو مثلا تراهم في مشاريع دينية، أو تراهم في الحسينيات، أو عند العلماء. هذا دليل على الارتباط بالحياة، على الارتباط المسلمين، لأن الذين هم مرتبطون بالطب والهندسة والبنوك والمستشفيات بغير ما في أخرى. يجب علينا أن المتدين هو الطبيب، المتدين هو قائد الجيش، المتدين هو رئيس البنك، المتدين هو مدير المستشفى. هذا بشنو يصير بعملنا نحن يصير؟ يعني شنو؟ يعني انه الشباب اللي عندهم متدينين في كل بلادنا نرغبهم بالحياه، مو ان الدين يبقى في المدرسه والمسجد والحياه في البنوك والمستشفيات والمستوصفات والمدارس والجامعات، كما الان بالبلد. لازم علينا أن نحرض شبابنا أن يذهبوا إلى الجيش، أن يذهبوا إلى البنوك، أن يذهبوا إلى التلفزيونات، أن يذهبوا إلى الإذاعات، أن يذهبوا إلى الصحف، أن يذهبوا إلى المستشفيات، أن يذهبوا إلى الجامعات. يعني يأخذوا بأزمة هذه الأمور بأيديهم حتى يرتبطوا الدين بالدنيا. وهذا عملنا نحن، أنهم نربط الجيل الآتي من المسلمين، أن نربطهم بالخيارات حتى يكون رئيس المستشفى متدين. إذا رئيس المستشفى متدين، هل النساء الحوامل يولدهن الرجال؟ إذا كان مدير البنك متدين، هل في البنك يكون ربا؟ إذا كان مدير الجامعة ورئيس الجامعة متدين، هل يحرض على الاختلاط والفجور؟ وهي ربا. نحن تركنا الحياة، جاء أولئك الذين هم مربوطون بالمادة والحياة فقط فملأوا الفراغ. إذا كان في مدير الإذاعة رجل متدين، خلي في الإذاعة أغاني. إذا كان مدير التلفزيون متدين، خلي في التلفزيون صور راقصة وخليعة. إذا كان مدراء السينما ناس متدينون، هل يرينا للناس الأفلام الخلاعية؟ لا. وضع حتى إذا مجبور بقدر، مو أنه يستقبل. صار المديران للإذاعة، مدير المتدين ومدير نادي، وكلاهما مجبوران 20% من الأغاني. ذاك المدير المتدين يخليه فقط 20، ذاك الغير المتدين يخليه 80. هو ربي على الإذاعة الأغاني، هذا ربي على نادي الأغاني. فإذا أخذ المتدينون بالزمام، هؤلاء يبدلون الحياة إلى حياة دينية تلقائية. وإذا لا، في بلد إسلامي وما أريد أن أسمي البلد، جابر الرجل له صفقة دينية إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وإذا بجرت بلد، في بلد فيها 800 مسجد، لكل مسجد ثلاث بيوت، للإمام، للخطيب، للقاضي. 800 ثلاث بيوت عن شكرا. هذا في ألمانيا 2400 بيت في طريقه لطبيعة الحال، أنا ما أقصد شيء. ثلاث مرة سوى هذا، وجاء في مصر، هذا المثال الثاني أمثله، قبل مدة في زمان حكومة سابقة، جاء في مصر بلد مدير أوقاف مو متدين، كرر في كل مسجد تلفزيون يا ريت تلفزيون تعليمي تلفزيون مصر اللي ذاك اليوم خليع وينشر الشيوعية والنساء العاريات والراقصات والقرشوم وما أشبه في كل ما تطلب. هذا الفرق بين أن يكون متدينا وغير متدين، وكلاهما مو محل شاهدنا أبدا، يعني كلاهما جانب آخر. لكن كمثل أريد أبدو، فإذا نحن جعلنا أزمة الحياة بأيدي المتدينين، معناها أنهم يكفرون. المهندسون والأطباء والدكاترة والمحامون والقضاة وألف إنسان وإنسان آخر ارتبطوا بالحياة، بالقوات والجيوش وما أشبه. إذا ارتبطوا بالحياة يعني نتجنا الدين من الدنيا
مرة ثانية بعد انفصال الدين عن الدنيا. فالشيء الأول أن نحرض شبابنا على احتبال الدنيا إلى آخر الزمان. أن نحرض الآن جيل يأتي إلى الحياة على قول منتغمري يقول الشباب النحر كلما فسد منه شيء بقي ذو مرقص وضرب طرد نهر منا إلى 1000 كيلو و900 كيلو من فسد ال100 كيلو طاهر خلي على النواب ده 100 كيلو يضل 200 كيلو يضل 100 كيلو يضل 400 كيلو يقول الشباب نهر جاري مو دليل على أنه حتى إذا كل النهر الجاري فسد ما جديد جاي من الكمبة كنت غمري يقول إذا رأيت الشباب الفاسدين كنت غمري قائد الخلفاء في الحرب العالمية الثانية وجدت رجل مقاهم هذا الرجل ولذا انتصر على هتلر يقول إذا رأيت الشباب الفاسدين فلا تحزن لأن الشباب كالنهر الجاري كلما فسد منه شيء جاء الشيء الطاهر مكانه فدعه لا يقصر من قال هذا بيجي إذا حرمنا وإذا بينا وإذا ذكرنا وإذا وجهنا وإذا أرشدنا وإذا علمنا وقلنا لهم ادخلوا وقلنا لهم روحوا أنا أذكر في زمان سيد البروجردي الله يرحمه سيد البروجردي وسيطر على إيران قال يجب في دورة من دورات المجلس مجلس الأمة الشورى ولعلكم تذكرون قال أهل العلم ادخلوا المسجد أقرأ وإذا بمجلس الأمة كله انقلاب وشكت تذكروا تذكروا عنهم موجودة ومن يا مستوى وصلوا إلى مجلس الأمة من مستوى الراشد الذي الآن يقرأ ومن مستوى علماء وخطباء ولحى وحماق المفاهيم الحياة ورئيس المجلس ذاك اليوم السيد أبو القاسم الخاشاني الله يرحمه الذي كان يعتبر نفسه مجتهدا ومرجعا وكثير من الناس يعتبرونه مجتهدا ومرجعا لما وصلوا إلى المجلس أنا أذكر أول شيء صار كلام حول تحريم جميع القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان ولما تمكنوا لأن فترتهم كانت قصيرة وأن الغربيين أجهضوا المجلس وطيروا مجلس الشورى في قصة طويلة لكن هذول أول ما وصلوا صار الكلام أن المدارس لازم ندخل ثلاثة أعرف لا توقف البنوك الخمور يجب أن تمنع السينمات تخلي عليه المدرسات وإنما السينمات صالحة في مكانها كل صار هنوع والمجد ذاك اليوم وإذا فهموا الشيوعيين يقول المجلس أول ما يفكرون بالتأميم وبالاشتراكية وفي أن الدين وحرافة وفي أن العلماء يجب أن كذا وكذا الشيء الأول أن كل واحد يأتي إلى الحياة يأتي إلى حياة رمضانية ولعلك هذا الولد الذي توجهه أنت إلى التحصيل وإلى التدريس وإلى الشهادة وإلى الدخول في الجيش وإلى إدارة البنك وإلى كذا هذا يتعبر الوزير في يد الله ويغير ويبدل من قال لك لأن هؤلاء الوزراء هل كانوا من أول يوم وزراء وهؤلاء النواب هل كانوا من أول يوم وزراء وهؤلاء المدراء هل كانوا من أول يوم مدراء؟ منهم الناس عادين مصر يقولون في اليوم ابن سينا كان جالسا على مدخنة حداد قصة مشهورة جاءت فطلب من الحداد النار حددت النار في بريد حبيب حداد توجه إلى الولد وقال من أين أعطيك النار؟ جيت طريق النار طريق الأرض حتى أجعل فيه النار الطفل أخذ حفنة من الرماد وضعه بيده قال وضعني يا رب يعني جمرة من النار ابن سينا فوق جيب الرحالة لولد ذكي الفاهم فورا أن الرماد يقول لأن الرماد لا يقول الحر ولا البرد مجال وطايف عجب قال لولد ما اسمه قال بحنا نيار قال من عندك قال عندي أمي وأبوي وطول قال هل لأمك أين بيتك؟ قال قال هل لأمك أن تأكل وتفضل؟ ذهب الولد وإذا بقراءة والولد يمشي توجه ابن سينا إلى الأم قال لها هل تعطيني هذا الولد؟ قال لها ماذا؟ قال على ابن سينا هذا ولد يليق أن يكون عالما لذكائه المطلق ولا يليق أن يبقى إنسانا عالما أعطيني أنا أحوله لك عالم كبير قال أخذ الولد ما دينك يا ولد مجوسي مجوسي وعلمه ودربه وبهمنيار على أن ألف سنة
علم من أعلام الفلسفة والحكمة والرياضيات والطب في كل العالم. ولو لعلهم كثير منكم ما سمع باسم الله مليار، ولو الكتب والكتب الطبية والفلسفية والرياضية والفلكية والحكمية يقولون اسمها وآراء، حتى بجانب تجربة وآراء. وهذا ما قاله بهمنيار في التحصيل في جو مباشرة. والحج السبزواري ملا صدره قبل وبعد هذا الولد الصغير وإلى علم كبير، علم يشع منذ ألف سنة. تموتت على أن هذه القولات الذين نشوقهم إلى العلم وإلى المعرفة وإلى الحياة وهم خليقون بالإيمان، هؤلاء يبقون أناس حناس البلدية هم وضع صغير أو قاضي صغير، لعله صار أكبر، لعله صار أكبر تاجر وخدم الإسلام بمئة مليون. من قال لكم؟ في البصرة أذكر أنه البهائيين ربوا الولد ودفعوها للتجارة، حتى سنة قبل 20 سنوات. هذا الفرق كل فلوس البهائية في العراق هو وحده كان كل البهائيين كان لهم عيش كبير في العراق، تعشش كبير في العراق في أيام الملكية، وحتى عندهم كان منطقة في بغداد الحسن الحلاني سيد محمد الحلاني الله يحفظه حيدري هو الذي طردهم من تلك المنطقة وألقاهم لهم كلام كبير. فهذا التاجر البصراوي البهائي كان يعطي كل الفلوس البهائية في العراق، وكان من أكبر الفلوس. لعله هو هذا التاجر الذي أنتوج جهده إلى الإيمان والفضيلة والتقوى صار تاجرا كبيرا هذا الولد الصغير. وألف مسجد بنى له. من يقول له؟ من يقول له؟ هذا الشيء الأول الذي يجب علينا أن نوجه الناس الجيل الآتي إلى الحياة، نوجههم إلى الصدق الصحيح، إلى الأمانة، إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى محبة الأهل، إلى محبة أهل البيت، كل صحيح. لكن في ضمن هذا أيضا نوجههم اهتبر الحياة. أنت يجب أن تكون مدير الجنود، لماذا أقول لك هذه الجهات مدير الجنود؟ أنت يجب أن تكون رئيس الأطباء، أنت يجب أن تكون كذا وكذا وعلى هذا النحو. هذا الشيء الأول بالنسبة إلى الحياة. وهذه القصة لها أمثلة وأمثال. الذي جاء بالشيوعية إلى الشرق الأوسط كل من كبار مصر لا شك فيه، رجل واحد كان ومواطن واحد، وأبو فاعل بريء كل المثل هو فاعل بريء، يعني كان عادي يركض على رجله في الشوارع والأساسة لإيصال المكاتب إلى أصحابه. وإذا هذا الرجل صار إلى حد يتمكن من هذا التعلم، فليس لنا دليل على أن هذا الشباب الذي نحرضه في المدرسة وفي الجامعة وفي الكلية وفي الشارع وهو في طريقه إلى التجارة، ليس لنا دليل على أنه هذا لا يتمكن من تغيير. ذات مرة الشريف الرضي وهو أحد علمائنا وهذا الشارع باسمه جامع نهج البلاغة، رافد رجل في بغداد وهو شاب صبي كان في مجلس مشاعرة، لأن الشريف الرضي له نصيب كبير من الشعر والأدب، وفي الحقيقة الشريف الرضي خدم خدمة ما أتى عاقل بعده يخدم مثله. هذا الموضوع بين قوسين، شريف الرضي فكر في أن يجمع الكلمات التي لها بلاغة من كلمات علي صلوات الله وما أروعها من عمل، واسم الكتاب نهج البلاغة. لكن هذا العمل من شريف الرضي لأن ذوقه بلاغي، هل جاء إنسان يجمع كلمات الحكمة لعلي ويسميه نهج الحكمة؟ أو يجمع كلمات الحياة لعلي ويسميه نهج الحياة؟ بينما البلاغة ديكور، بلاغة ديكور، علي بلاغته يعني ديكور، علي حياة، ما على صف موجه إلا أن يأتي بالمستقبل، ولا دليل على أنه لا يأتي بالمستقبل. ولله شريك الرضي يذكر في نهج البلاغة يقول أنه أنا أشوف المكانات اللي فيها بلاغة أكثر عجيبة، وكثيرا ما يفضل يحذفه لأنه مربوط بالبلاغة في نظري، وكثيرا من الفقه يقطع، كثير من الكتابات للإمام أمير المؤمنين يقطع، كثير من الكلمات الحكمية والحيوية للإمام يحذفها لأنه شأنه.
يعني هو مين يريد هذا الشيء؟ أنا عارف يقول أنت أوجد الإنسان الثاني شأنه البناء وتجيب الإنسان الثاني حتى يبني. لكن مع الأسف نحن ما وجد فينا إنسان منذ ألف سنة أن يأتي بهذا الشيء. نحكي حياة أيضا نحن نعمل هذه الحياة عند علي. إذا كنا نعرف نهج الحياة عند علي وكنا نطبق هذا الشيء كنا أخذنا بأكثر الأرض وأرضها كما أن اليمين عرف نهج الحياة عند ماركس طبقا كيفيته أكثر ماركس الصحة والفساد وأن فلان عرف نهج الحياة عند فلان وطبقه نهج الحياة عند علي ماذا؟ نحن نسمع من علي عليه الصلاة والسلام فقط ونسمع كلمات ونسمع زور ونسمع خروجه أما نحكي الحياة التطبيقية يعني اطلعوا عليا ميزانا لتطبيقنا للحياة نحن لا نعرف هذا الشيء كما لا نعرف نحن الحياة عند الرسول لا نعرف الرسول رب العظيم ورسول فنصلي عليه ونقدسه ونعبر كلماته أما كنهجي الحياة فهذا ما نعرف هذا وهذا موضوع جدا مهم أن نعرف نهج الحياة عند علي ونعرف نهج الحياة عند الرسول سيد الراوي مربوط بالبلاغة والأدب والشعر في مجلس وهذا بشاب جالس هو شاعر أدب له في الدلاء لكن دلوا مقعقعا الشريف الرضي قال له ما اسمك؟ بعض الفزع عن بعض اليوم قال اسمي مهيار من أين؟ من فارس ما دينك؟ مجوس هل لك أن أعلمك الأدب والبلاغة والشعر؟ أحسن شيء هذا اللي أريده ذهب إلى سيد الرضي وعلمه الإسلام أولا وتشيع ولذلك المتعصبين من المتفرقين يقولون خرج من زاوية جهنم ودخل في زاوية لأنه كان مجوسيا ثم صار شيعيا يقولون خرج من زاوية ودخل في زاوية وصار شاعرا المعيا ونظم من القصائد ما طبع في مجلدين الرحمين ديوان مهيار الديلمي وإلى اليوم كم دليل على أنه هذا صبي وهذا ابكي الابتدائي وهذا صانع عادي لتاج أبدا من دليل نحن يجب أن ننزل هؤلاء إلى الحياة هذا الشيء الأول ولا نقول هذا يحتاج إلى آخر اليوم هو وأكثر من اليوم في المنهج العمل كان كلامي وأن العلم ليهتف بالعمل فإن صدقه وإلا ابتعد عنه الشيء الثاني أننا نحن ننزل إلى الحياة ننزل إلى الحياة يعني شنو؟ يعني إذا رأيت في مكان عالما حمالا حمال يعني شنو؟ إذا رأيت في مكان عالما صادقا إذا رأيت في مكان عالما عاملا إذا رأيت في مكان عالما فعليا قصص للإمام تذكر لكن مع الأسف تشوه وهذه القصص أروع مما تذكر الإمام وهو إمبراطور يرى نصف الليل امرأة أو أول الليل أو عاصر امرأة عليها قربة تحمل يأخذ القربة وهو إمبراطور ويحملها تدرون دلالة هذه القصة؟ هذه دلالة القصة مو معجزة ولا فضيلة أبدا يجب أن لا تسجل في قائمة الفضائل وقائمة المعجزات يجب أن تسجل في قائمة الحياة وفي قائمة أروع درس ويجيه إنسان ويصب على يده الماء درس وما علم بهذه القصص الشيء الثاني أن ننزل نحن إلى الحياة اليهود لماذا سيطروا على العالم؟ لأنهم نزلوا إلى الحياة المسيحيون لماذا سيطروا على العالم؟ لأنهم نزلوا إلى الحياة الشيوعيون لماذا سيطروا على العالم؟ لأنهم نزلوا إلى الحياة المسلمون الأوائل لماذا؟ إيه على الحياة لأنهم نزلوا إلى الحياة. الحياة لا يريد جالس على منبرك أو في محرابك أو في بيتك وتؤلف وحزن أبدا. الحياة تدور على حماميم. الحياة تدور على عمان. هم الذين يدورون على الحياة. هذه الكلمة سيد القوم خادمهم هذه كلمة جدا جميلة. تريد السيادة؟ فالموضوع الثاني في العمل أن ننزل نحن إلى الحياة ننزل يحتاج إلى نزول
إنا أنزلناه أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج في القرآن الكريم وأنزلنا الحديد يحتاج إلى نزول إلى السماء. الحديد في معدنه موجود والذهب في معدن موجود والفضة في معدن موجود البترول في معدن موجود. هل البترول ينزل إلى الحياة؟ ينير الشوارع. هل الحديد ينزل إلى الحياة؟ يسوي الطائرات. هل الماء ينزل إلى الحياة؟ يسوي الحدائق لا تدري وإلا تحت الأرض والعيون وما إلى ينزل. بعضهم قالوا معنى أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد هذا معنى يعني أنزلناه للحياة يعني مو في أبراجنا العادية بقية هذه الموضوع. وهو رسول الإسلام أنزلنا لكم يعني هذا الرجل أنزلناه إلى الحياة وللمشرك. ثم يقال الآن مو في أبراج عادية إنزال إنزال للمشرك دخول للمجتمع على لم أعبر تقول نزل فلان حدث إلى الشارع نزلت الحكومة إلى الشارع أجل نزل. الشيء الثاني نحن نحتاج إلى النزول إلى الحياة لأنفسنا لأنفسنا ننزل إلى النزول إلى الحياة يعني أحلم بالحياة. كم جامعة عدنا نحن أسسنا؟ كم مدرسة عدنا نحن أسسنا؟ كم مصنع نحن أسسنا؟ كم رجل البلد الإسلامية يقول صلاة صحيح في مكان الرسول شلون كان نازل للحياة علي شلون كان نازل للحياة كم أراضي نحن عمرنا لهذا الناس رأوا أننا مطلوبين بالحياة دوروا على أناس هم مطلوبين بالحياة لا أكثر ولا أقل. التكليف من ذاكرة قبل كم شهر ذاكرة عن حسن الهاني هذا الرجل اللي مطلوب بالذات الحقيقة لم كان تكون جدا رائع هو يقيس ويقيس أحوالهم قبل الفتح وبعد الفتح عشر سنوات و 12 سنة ما أظن جهد العالم وما أظن 12 سنة هل يقيس؟ لأنه سؤال سقط عنه أنكم ماذا عملتم في هذه المدة وأن المشهور أنكم لم تعملوا شيئا فهو كان يجيب تقريب مفصل كتقريب سنوي تقريب خمسة رائع من يوم التقريب أنكم كلمة أنا يقول نحن قبل عشر سنوات أنا قبل الفتح يقول احنا قبل عشر سنوات كنا ولم يكن عندنا الا اطباء اقل من اصابع اليد وكنا ولم يكن عندنا الا مهندسين بمقدار اصابع اليد مضمون كلام. اما الان فعندنا نحن بدفعنا للحياه ونزولنا للحياة عندنا 12,000 طبيب في هذا الزمن وهو يصدق أولا تقرير رسمي وثانيا الآن نصف الكويت ونصف البلاد العربية وغير العربية أطباء فلسطينيين. قال الآن بعد 10 سنوات و 12 سنة عندنا 12,000 طبيب. نفس الشيء في مصر نفس الشيء في السعودية نفس الشيء في لبنان وسوريا والأردن نفس الشيء في باكستان كل مكان فيه أطباء فلسطينيين هم متخرجين 12. يقول الآن عندنا 12,000 طبيب وعندنا الآن 22,000 مهندس في النصف نصف على مهندس الكويت فلسطيني أنا أعرف. وإشلون أناس في الحقيقة يعني قسم من الناس يهاجمون الفلسطينيين يقول هذا غلط. أنا شفت ثلاث مهندس فلسطيني في الحقيقة أشكره ولا أعرفه إلى اليوم ولا الصدق هذا المهندس الفلسطيني ضيع طريقه كان عدد عاصمات هنا كان عدد عاصمات في هذا المسجد هذا المسجد كل واحد يجي كيف قال وقال قلت سمع دعاء عاصمات سمع الاقوال صفح كل شيء امسح اجيك يا عبد الله نجي نفتح من هاي المقام الفلسطيني احد بلاد فلسطين نعم الله يا معلم اهلا قلت له في البر مهندس في الكويت اسمك الكريم قال اسمي نسيت اسمه لكن قد يوصف تمريض ياسر يعني ممكن احط لك عن عندك شأنية البلدية أو مهندس من جملة المهندسين سيد من السادة قال لا عندي شأنية أنا مدير التحقيق إذا لم تكن أقول لك حاجة إلى هنا أبتدي باسم ثاني من القصة حتى أنتهي إلى هذا الخزعلية هنا الخزعلية أمامها مركز الشرطة قسم منكم شرطي وهذا مركز الشرطة كانت خانقة خزعلية وكانت خانقة مسجد الصحة
وكانت خانق نفس المزيدين وكانت خانق المسكن وزين نرجع قريبا وزين علي والمزيد والصحاب والجع قريبا هل خانق المكان ومن الصدق أن هذا المركز يشكر فيه هذا الهدف يعني خرب الحكومة الفلاشة هو يجدده أنا شخصيا رأيت أصحاب هذه المعاصمة بالأربعة بعلمائها رأيتهم وبتجارها المشرفين عليها قلت لهم اطلبوا من الحكومة هذا الشيء لا يعيده لأنه يخالف الأماكن ما هو وقف سيارات كل واحد يتفحص على الثلاث من أعماق القلب هذا المركز الشرطة أكل تكبير 20 مليون دينار يسير في هذا المركز الحساس والشرطة يجب أن يكون الشرطة في وسط البلد ليس هو شرطة يدور حولي ما أريد أن أسمي الأشخاص الذين ذكرت لهم من العلماء والتجار المشرفين على هذه المؤسسات وكلهم ضحكوا بالبلد إلى هنا رجعنا إلى قصة هذا الفلسطيني أقول اسمه عبد الله الذي اسمه عن الثلاثة أيضا حديث الكمال أيضا شفت عن العبد القصير أنا قلت له هذا المكان اللي بدل بالشارع مكان الشرطة عندك ارتباط بالقلبية أنا مخطط قلت هل تعلم أن هناك أربع مؤسسات دينية لحز علي يكون له بابا قلت له فتعلم أنه أربع مؤسسات دينية أبو نسلان بن محمد وحسينية أربع فتاة وهذا إذا أنت تعمل على إزالة هذا الشيء هنا تعمل أحسن معروف نفسي إن على الله وهذا أبسط شيء أخذت يا بكم ربطك وقبل أخذت عنوان وتليفون واسم وكل خصوصيته في أمان الله بالإذن حاجة الكمال كيف حاجة الكمال هاي ستة ساعات لأن إذا هو يعطيك كلام يسوي ستة ساعات يسعى الأجر خلاص وبعد ذلك بعد المرة الثانية إجا ابني يقول لي أنا عزلت موت الخليفة والحكومة قبلت لأن صارت شوط الحق معه مرة ثانية جبت مرة ثانية فقال حسن الحامي قال 22,000 مهندس أراب عندك هذا الحديث وهم مكتشفون في كل البلاد العربية والغير معنى أن الإنسان يحتمل الحياة قدما فمو دليل على أنه أنت لا تقدر ما كان كلامي في قدرتها كان كلامي في قدرتهم في قدرة فتح كان كلام إذا ارتبطنا بالحياة نحن يعني نزلنا للحياة كان شاهدتي عن الفلسطينيين على قول حسن الثاني نزلوا للحياة لما أرادوا الحياة نزلوا للحياة صار منهم أطباء وصار منهم مهندسين وصار منهم فيزيائيين حتى صار أدهم في مجلس وكيف صار في الاجتماعي كان واحد أتوا أبو غزة مهدي شنو لبناني لبناني فلسطيني الشاهد في أنه أحد الحياة فنحن نحتاج إلى جانب العلم العمل وكما قال هذا الحديث الشريف الذي نقلته لكم وأكرر كلامي مال أول المجلس الحقيقة هذا الكتاب الصغير وأغنية المريد مال الشهيد من أجمل الكتب علما وعملا دينا ودنيا وآخرا وإيش جميل هذا الكتاب لكن على شكل تفهم مو على شكل القراءة بس من الناس يقرؤون القرآن بس من الناس يفهمون القرآن ويطبقون القرآن قبل فاتر نقرأ ونطبق الحقيقة أنا ما شفت كتاب منهجي للدخل إلى الحياة الدينية الدنيوية للطلبة مثل من يقول على وجادة الدين أنت من الكتب الإمام يقول إن العلم ليحتف بالعمل يقول تعالوا يعني في عمل تعالى فإن صدقه يعني عملته فبها فإذا ما وإلا تعالى العلم يقول أنا أروح إلى مكان آخر اللي أكو عمل وهناك أنزل قلت من أنت أعلم العلماء في الطيب في الفيزياء في الفلك في الهندسة شنو فايدة؟ إذا أكبر العلماء في الطيب ولا يداوون مريضة وصارت رجل بسيط وظلمت يداوي المرضى هذا خير وإن العلم ليهتف بالعمل فإن صدقه وإلا ارتحل وقلنا العمل عملان عمل تحرير الناس المتدينين إلى ارتباط الحياة والعمل والثاني أن ننزل نحن إلى ميدان العمل ونسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم ويرضى
Mm-hmm.